خلينا نبدأ بالحدث التاريخي اللي امبارح كلنا تاني هكرر كنا فخورين بيه، زي ما بيتقال كده، زي ما بيتقال دايما في التاريخ، مصر وبعدين التاريخ. يعني جت مصر وبعدين التاريخ اتكتب او جه او ابتدى يعني التاريخ يسطر او اولى سطوره او كلماته. كلنا فخورين بمصريتنا، كلنا فخورين بحضارتنا. يمكن كمان عايز اقول لحضراتكم على حاجه، كتير من الاجيال الجديده ما كانتش طبعا لسه بحكم سنها الصغير عارفه عن يعني تاريخها وعارفه عن حضارتنا. لا، احنا بنتكلم من امبارح، حتى اللي ما يعرفش سال. وانا اعرف كتير من صحابي عايشين بره، اولادهم صغيرين مش فاهمين ايه الفراعنه ومش فاهمين حاجه، وده طبعا عيب على الاهالي. انا بتكلم بس ده يعني واقع الامر. عايز اقول لك امبارح كله كان بيشرح لاولاده، حتى اللي عايشين بره، الجاليات المصريه في الخارج، لاولادها كله بيتكلم وبيرجع تاني بالتاريخ ويفكر ولاده يعني ايه فراعنه، يعني ايه حضاره، احنا اصلنا جاي منين. يعني كل دي حاجات احنا كنا سعداء ان هي فكرتنا او لمست معانا امبارح. فخورين مره تانية بالانجاز اللي زي ما بنقول بيتحقق. وهنا بنتكلم عن موكب نقل المومياوات الملكيه. زي ما كلنا عارفين 22 ملك وملكه تحركوا في موكب كان مهيب جدا، من المتحف المصري بالتحرير لمتحف الحضاره بالفسطاط. وزي ما بنقول هي مش مجرد كمان احتفاليه، هي افضل ترويج سياحي لمصر وتاريخها وحضارتها، ومشهد عالمي زي ما بنقول. يعني ملوكنا اللي عملوه زي ما بنقول بنقدرهم في افتتاح لثلاث متاحف، متحف الكبير ومتحف الحضاره، بالاضافه كمان للمتحف المصري بخلاف المتاحف الاخرى اللي موجوده عندنا. فحلو قوي ان انت تبقى بتبص لقدام، بس مهم ان انت كمان تهتم بالماضي بتاعك. حاجه كانت محترمه، وكان فكره ان يكون عندك يعني كل المنابر الاعلاميه الموجوده الدوليه كمان على المستوى الدولي، دي حاجه كانت تشرف. ومهم قوي يا كريم ان انت لما تيجي تتكلم عن حاجه زي كده تتكلم وتشوف الناس قالت عنك ايه. طبعا احنا مش هنقول عن نفسنا، لكن لازم نشوف الناس بتقول عننا ايه. ويمكن احنا جهزنا لحضراتكم يعني بعض ما قيل عن مصر في الصحافه العالميه. نبدا بي بي سي نيوز، كانت المنشط زي ما حضراتكم شايفين: Egypt mummies pass through Cairo in ancient rulers parade. يعني مومياوات مصر بتمر عبر القاهره في موكب الحاكم القديم. حاجه كانت في منتهى الاحترام. من مستهل الخبر: Egyptians have been witnessing a historic procession of their country's ancient rulers through the capital. يعني المصريين كلنا كنا بنشهد نقل الحدث التاريخي في الموكب، نقل الملوك والملكات الحكام القدامى يعني في شوارع القاهره. حاجه جميله جدا يتكتب عننا كده. كمان يا كريم عايز اقول لك من Egypt Today العنوان كان: Egypt's Pharaohs Golden Parade a majestic journey that history will forever record. موكب مصر الفرعوني الذهبي الفرعوني يعني في رحله مهيبه سيخلدها التاريخ. حاجه جميله جدا. اخيرا خلينا نروح لفرانس 24. تقول: Egypt parades royal mummies through Cairo in show of pharaonic heritage. تكلم مصر بتستعرض موكب المومياوات الملكية بالقاهرة في يعني تراث فرعوني. فحاجة جميلة، وده عايز أقول لحضراتكم ده جزء صغير من ما قيل وما كتب. وأعتقد حاجة جميلة زي ما أنت قلت في بداية الحلقة، نحن عايزين ننشط السياحة من خلال الإجراءات اللي بتتم. يعني فكرة ان انت كمان يا كريم كل متحف يكون مختص بتراث معين او حضارة معينة او ماميز معينة او يعني بيسموها ايه، مرحلة حتى زمنية معينة، مرحلة زمنية معينة، دي حلوة جدا. فحاجة كانت جميلة، بس كنت حابة انا وكريم نوري حضراتكم العالم بيقول ايه كمان علينا. هو الحقيقة